وهذا السائل يقول أحسن الله إليك كيف نوفق بين قوله تعالى وما كنا معذبي حتى نبعث رسولا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أبيه قال أبي وأبوك في النار وهؤلاء من أهل الفترة ولم يرسل إليهم أفيدونا مشكورين. مرسل إليهم الرسل من بعثة نوح عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الرسل والشرائع موجودة، الشرائع موجودة، شرائع الأنبياء، ودين إسماعيل عليه السلام موجود في هذه البلاد، في بلاد الحجاز موجود دين أبينا إسماعيل، وإنما دخل عليه الشرك بسبب عمرو بن لحي الخزاعي ومن تبعه من المشركين، وإلا فهم على دين إبراهيم وإسماعيل، ويحجون ويتصدقون ويعملون أعمال من العبادات.